هنا مشاهدين قناة كراميش الفضائية، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج دردشة بنات، معي أنا أمل قطامي وزميلاتي في الاستوديو حنان الطرايرة ونغم غيث. أهلا وسهلا فيكم حنان، وأهلا وسهلا فيكي نغم، كيف حالكم؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيكي أمولة. أهلا فيكي. طبعا كيف اليوم، هيك متحمسين زي دايما؟ أكيد كلنا متحمسين، لأنه إحنا لقاءنا بيتجدد فيكم كل اثنين وخميس الساعة 8 مساء بتوقيت الأردن والسعودية، فأكيد لازم نشاطنا دائما يكون متجدد. طبعا قبل ما نبلش في محاور حلقتنا لليوم، رنوا علينا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. من السعودية طبعا لكم رقم خاص، وباقي أنحاء العالم رقم خاص سواء من الأردن أو أي دولة عربية. طبعا قبل كل شيء كمان، أي حدا عنده موهبة صغيرة أو كبيرة بيقدر انه يجي عندنا على الاستوديو، سواء كان بيقدر يسافر او من سكان الاردن، يبعث لنا على صفحتنا، صفحه دردشة بنات الرسميه، واكيد احنا رح نكون جدا سعيدين لما نستقبل جميع المواهب ونعمل على تنميتها. وغير هيك كمان دائما اعملوا لنا وانتقدونا باسلوب جميل، نتقبل الانتقاد ما دام باسلوب جميل ولطيف، ونرفض اي انتقاد ما دام اسلوبه بياثر على تقبلنا له. وغير هيك كمان بدنا نحكي لكم انه اي حدا بيحب يشاركنا بصورة من الطبق اللي هو عامله بالبيت نفس حلقتنا مثلا الحلقة الماضية، يصور لنا اذا عمله ويبعث لنا اياه، عشان احنا كل حلقة بالضبط بين فقرة مطبخ يوم يوم بننزلها الحلقة اللي بعديها اذا حدا صورها. وطبعا اجمل طبق بيكون في له جائزة معينة مع حنان ونغم. وطبعا قريبا سوف اقتحم هذه الفقرة. طبعا رح ندخل في اول محاور حلقتنا اليوم. حلقتنا مليئة بالمواهب، مليئة بالخبرات، ومليئة ايضا بالعلم. اليوم هلا رح ندخل في اول محور رح نحكي فيه، وهو محور اللغة الإنجليزية. طبعاً إحنا كلياتنا بنواجه صعوبة، صرنا بمجتمعنا هلأ فجأة صار في دخول مفاجئ من تقريباً من أكثر من سنة، بس كلنا صرنا نشوف الجامعات الطالب بروح من المدارس عربي من صف أول لتوجيه، وإحنا بنهتم باللغة العربية، ما بيكون في إلا أساسيات. طبعاً ما بني على بطل بضل باطل، فدائماً أساسياتنا بتكون بالإنجليزي مش كتير ضعيفة. قوية وضعيفة بالضبط، خصوصاً أنه أهالينا في الماضي دائماً كان بالنسبة لهم الإنجليزي بالعكس إشي لا يشرف، أو بخدوا من خامس ببلشوا بالـ ABCD. فلما إحنا كمان صرنا بمدارس صاروا ما يهتموا برضه على زمنهم، بس صرنا فجأة نشوف أنه بالجامعات صار في اهتمام شاسع أغلب المواد. فلما يكون الطالب 12 سنة وهو همه العربي أكثر من الإنجليزي، يعتبر الإنجليزي لغة الغرب مثلا، أو يعتبر الإنجليزي لغة مجرد النجاح فيها هذا يكفي. وفجأة صرنا ندخل على الجامعة صارت 70% من لغتنا مع دكاترتنا بالجامعة إنجليزي، فهذا صار يعمل إشي كتير عائق. اليوم لنحكي عن هاي المشكلة معنا الأستاذة هزار. أهلا وسهلا فيك أستاذة هزار، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، شو اخباركم؟ الحمد لله. مرحب فيك اليوم بسد دردشة بنات، واحنا جدا سعيدين في وجودك معنا. استاذه هزار، طبعا كلياتنا بنعرف اكيد انت بتعرفي وعندك خبره واسعه بهذا الشيء، قد ايه انه احنا صرنا بالاردن او مجتمعات اكثر من بلد عندنا عربي بيعاني من مشكله الانجليزي، سواء من انتقال الطالب من المرحله الدراسيه لمرحله الجامعه. برايك شو السبب الاساسي لهذا الصعوبه اللي بواجهها الطالب؟ تمام. أول شيء مساء الخير جميعا لمشاركينا في قناة كرميش، قناة رائعة ومتميزة ما شاء الله، وانتم صبايا الله يحميكم وجميع الطاقم. بالنسبة للغة الإنجليزية بشكل عام، بالفعل مثل ما تفضلتي إنه نحن بنعتقد إن الإنجليزي مادة ثانوية، فبالتالي ما بنعطيها أي خلينا نحكي تفاعل، سواء نحن كمعلمات بعض منا، سواء كطلاب، سواء كأهالي. فهذا أدى إلى صار في عنا جاب اللي هي مشكلة، أو خلينا نحكي مسافة عائقة بين الخيال وبين الواقع، فبالتالي إنه صارت صدمة عاطفية لأغلب أهالينا وأغلب الطلاب. طيب بس عفوا أستاذة هزار، في فاصل ضروري لازم نطلع فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا. طبعا رجعنا لكم حبيبنا الحلوين، كان في هناك خلل بصوت الضيفة مش مشكلة، بس أنا سألتها السؤال اللي هو إنه إيش سبب هاي الفجوة، وهلأ هي راح تجاوبنا من جديد. تمام أوكي، بنرجع لكم يا جماعة الخير. كنا بنحكي عن الإنجليزي اللي هي الصدمة اللي بتصير بين إنه نحن بنفكر إنه الإنجليزي هي عبارة عن مادة ثانوية ما بتهمنا، وبالتالي بننصدم إنه لا، الإنجليزي هو لغة العالم،
لغة التواصل، فنحن مضطرين إنه تكون نعتبر اللغة الإنجليزية لغة أساسية جدا ومادة أساسية لازم نعيرها اهتمام كمعلمين كطلاب وأيضا كمدرسة وأهالي. تمام. هلا بالنسبة للغة الإنجليزية بشكل عام، اللغة الإنجليزية أساسها اللي هي المهارات الأربعة، تمام، اللي هم أكيد بتعرفوهم، هذا يقدر يحكي لي، اللي هم reading، القراءة والكتابة والرايتنج 100% reading writing listening والspeaking اللي هم محادثة قراءة كتابة واللي هي الاستماع. في عنا إشي تاني اللي هو المعاني والقواعد. هلا تمام نأخذ الاتصال. طيب ألو، مساء الخير. ألو، طيب اتصال جديد. ألو، مرحبا. ألو، يا أهلا، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا يا رانيا. معي رانيا من الأردن. أهلا يا رانيا، كيفك؟ تمام الحمد لله. أنت كيفك أمولة؟ تمام الحمد لله. رانيا احكي لنا كيفك مع الإنجليزي؟ شو؟ كيفك مع الإنجليزي؟ يعني بتحب الإنجليش ولا بتواجه صعوبة؟ رانيا لو سمحتي بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. شكله عندها. أنا بحب الإنجليش كثير. وأنا كمان بحبك كثير. آه بتحب الإنجليش. وأنا والإنجليش بنحبك كثير، يعني شاطرة فيه. شكلها علاماتها كويسة فيه. بس ممكن نكلم حنان؟ ما إله دخل بالشطارة في المادة. طيب هي حنان معاكي، بدها تحكي معي. ألو، السلام عليكم. كيفك حنان؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف علاماتك بالإنجليزي؟ شو؟ كيف علاماتك بالإنجليزي؟ ممتاز الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله دائما. طيب شكرا لك يا رانيا ونورتينا. نغم تاخذي الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ياسمين. أهلا يا ياسمين، كيفك؟ ياسمين. وعليكم السلام. أهلا مرحبا، كيفك؟ وعليكم السلام. ياسمين الحمد لله. الحمد لله. بتحبي الإنجليزي؟ الحمد لله. الحمد لله. ياسمين سامعتيني؟ بتحبه كثير. وأنا نفس الشيء. تحبي الإنجليزي. طب شو أكتر مادة بتحبيها غير الإنجليزي؟ ممكن تعلي صوتك شوي؟ نعم. طيب شكله الاتصال سيء من الضغط. طيب شكرا لاتصالك يا ياسمين، بتمنى انه يكون عندك شبكة اوضح عشان ترجع ترمي علينا. ناخذ اتصال جديد. مريم، مساء الخير يا مريم. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله. مريم احكي لنا انت من اي دولة؟ من السعودية. يا أهلا وسهلا بأهلنا بالسعودية. طيب يا مريم احكي لنا، بتلاقي في اهتمام بمدارس السعودية للإنجليش؟ بسرعة. يعني مو كثير. مو كثير. طب برأيك يعني إيش السبب الرئيسي؟ إيه؟ شو السبب الرئيسي إنه ما في اهتمام للإنجليزي بمدارس السعودية؟ مو كثير نتكلم فيها، يعني اكثر عرب يعني اللي بالضبط، لانه في صعوبه يمكن، او في عنا تفكير انه مرات في ناس بيعتبروها انه مش احنا مثلا اللي بنحكي انجليزي، والله في ناس طيب من المستوى العالي. تفضلي حبيبتي. متى راح تسوون حلقه خاصه عن السعوديه؟ طبعا اكيد احنا جدا سعيدين بكل دولنا، وكل خميس راح نعمل حلقه معينه عن دوله معينه، بس ان شاء الله 26/9 راح تكون حلقه السعوديه، لانه راح يكون اليوم الوطني للسعوديه، فيومها راح تلاقونا كلياتنا سعوديين. وهي بس سؤال، 26 ولا 23 اليوم الوطني؟ لابسين لبس سعودي. طبعا 26. اذا 26 ان شاء الله بتكون حلقتنا
حلقة اليوم الوطني للسعودية، وإن شاء الله كلنا بنحتفل، ويا رب دائما شعب السعودية وكل الوطن العربي يضل بأمان وسلام. شكرا لاتصالك يا مريم، ونورتينا. نرجع لك أستاذة هزار، كلنا بنعرف إنه في قواعد، مثلا الرياضيات له قاعدة 1+1=2، العربي له قاعدة بصرف والنحو كذا كذا، الإنجليزي في له قاعدة معينة؟ أكيد طبعا، يعني يعد الإنجليزي من أسهل القواعد بصراحة. مثلا الرياضيات أنت بتحفظي قاعدة، بس لما تروحي على الامتحان بيكون في لها امتدادات هيك بتلاقيها بترهب الطالب، بينما الانجليزي بالعكس يعني مباشر فوق التصور. القواعد من اسهل الامور في الانجليزي. طب هلا احنا كطلاب مدارس او جامعات بنواجه صعوبه بالانجليزي، او يعني هلا الاهالي بالبيت او الموظفين بحاجه انهم يتعلموا اللغه الانجليزيه. اكيد. وكمان هلا انا يعني بلاحظ انه الاولاد الصغار لما بس يدخلوا انترناشونال بتلاقي عندهم طلاقة. فأكيد في فرق بينه وبين ولد بمدرسة خاصة، صح؟ تمام. هلأ المدرسة الخاصة بيكون في عنده نقص في المحادثة، وكمان هذا أكيد يعني مش بكل البيوت، أغلب البيوت بيكون في عندهم سلنكية، فالولاد الصغار بيصيروا يتعلموا منها، هي مدام إنها عندهم طول اليوم فبيصيروا يتعلموا منها، ما بيلاقوا صعوبة بالموضوع يا يعني بشكل عام أو بالدراسة. احنا بالمجتمع العربي يعني لو بس يجي حدا يحكي معك بالانجليزي بتفهمي عليه، بس لما بدك تيجي تردي بتلاقي صعوبه. صحيح. ممكن تحكي لنا شو الحل؟ تمام. هلا انا شخصيا بالجامعه كنت اغار، طبعا بدون حسد، الله يبعد عن الحسد، كنت اغار من كل صبيه صح لها صبيه انجليزيه يعني النيتيف سبيكر بتحكي انجليزي. تمام. انه هي معها طول الوقت، فبتلاقي ما شاء الله اخذت اللغه، أخذت القواعد، وأهم إشي أخذت اللي هي الأكسنت. تمام. اللفظ بالضبط. فما شاء الله بتلاقيهم هدول يعني سواء درسوا صحيح. بالجامعة إنجليزي أو مش إنجليزي بيفضوها. صح. إحنا مرات بالضبط نضيع يعني. بالضبط. فمثل ما قلتوا لي بالضبط، إنه نحن لما يكون في عنا حدا يحكي معنا إنجليزي قد ما بيقدر، هذا إشي بيكون كتير مهم. طبعا أكيد. طيب إحنا نتأخذ الاتصال. أوكي. ألا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ هبة. من وين انت يا هبة؟ من فلسطين. اهلا وسهلا باهل فلسطين. طب هبة انت بتحبي اللغة الانجليزية؟ بحبها كتير. طيب تعرفي تحكي لغة تانية غير الانجليزي؟ بحب اللغة، أنا بحب أتعلم تركي، تعلمت كم كلمة تركية، كمان بحب أتعلم اللغة الفرنسية. هذول التنتين اللي كتير مشهورين في المدارس هلأ، يعني بحاول في اهتمام تنتين إنجليزي إن شاء الله عليها. صحيح. طيب شكرا. ممكن أحكي مع أمل؟ هيها معك. أهلا وسهلا فيكي، كيفك حبيبتي؟ ايش اسمها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ هبة. هبة. هبة حبيبتي كيفك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. هبة من وين عم تحكي لنا؟ من فلسطين. من دير السبع. يا اهلا وسهلا باهلنا بدير السبع. طيب احكي لنا يا هبة، في اهتمام بمدرستك يعني سواء كانت خاصة او حكومة، في اهتمام فيها للغة الانجليزية ولا في تجاهل؟ لا هو في اهتمام صراحة. طيب حلو كتير. ناوي ممكن لما يعني إن شاء الله تتخرجي من التوجيه أو من المدرسة وتدخلي مرحلة الجامعة إنك تدرسي إيش فياته إنجليش أو أدب إنجليزي؟ وبصراحة أنا حابة ما أتعلم إنجليزي، حابة أتعلم بلغة يعني فيزياء. لغة فيزياء. إيش؟ فيزياء. يعني حابة تتخصصي. بس برضه إذا كان عندك قوة باللغة الإنجليزية بتقدر تدرسي بالإنترناشنال لغة الفيزياء بالإنجليزي، فعن جد حلو إنه أوكي. نعم. لغة الإنجليزي بتساعدني إني أتعلم فيزياء. بالضبط. أكيد. وهذا الإشي بخليك تشتغلي بالناشنال أو الإنترناشنال، يعني العادي أو الدولي بالمدارس. طيب يا هبة يسلمك على اتصالك، نورتينا انت كل اهلنا بفلسطين. طبعا اهلنا بفلسطين جدا نسبة متابعة نسبة متابعة للبرنامج بس بنوجه لهم تحية كثير كبيرة اكيد كل اللي بيتابعونا من اهلنا بفلسطين. ومعنا اتصال جديد، شو رايك تاخذي نغم؟ الو مرحبا.
ريم. أهلا يا ريم. ريما سامعتيني يا ريم؟ ألو ريم؟ طيب راحت ريم، مش مشكلة. حنان عندك سؤال للأستاذة؟ بس هلأ كنت رح أسألها. هلأ إحنا كطلاب، يعني حتى طلاب الجامعات، هلأ بواجه صعوبة في إنه التحدث بالإنجليزي، أو يعني إنه يعني يدرس إنجليزي. فممكن إحنا نساعدهم، بس في كتير ناس بيعطونا مثلا طرق تقليدية كثيرة، فإحنا كيف ممكن نعلمهم إنهم ما يخافوا من اللغة الإنجليزية، أو يصيروا يتحدثوا باللغة الإنجليزية ويعرفوا يعني تمام اللغة؟ حاول أحكي بسرعة قبل ما يجي اتصال. مثل ما قلت لك الإنجليزي ممارسة، بس نحن كمان لازم ندير بالنا على القواعد، بس مش نركز عليها زيادة عن اللزوم. تمام. هلأ الإنجليزي بشكل عام أنك أنت تعرفي تحكي أو تكتبي أو ما الأخرية، تعرفي كيف شكل الجملة بداية. صحيح. بناء الجملة هي مشكلتنا. يعني نحن ندخل على بعض المدارس بلشوا يعطونا يلا simple present استخداماتها كذا مثال عليها، تحسيها معادلة كيميائية مخيفة. هما يبدأ عنا subject الverb بالضبط. شكرا لك. بس لو فهمونا بالبداية مثلا أنه والله الجملة الإنجليزي هي عبارة عن جملة إسلامية هي جملة اسمية فقط لغير، بتبلش بسبجكت او بأوبجكت في حال الباسف، الا في حاله واحده بتكون بتبلش باللي هو الفعل في حاله السؤال فقط لغير. يا حرام الطالب لو يفهم هذا الكلام سهل عليه كثير امور فيما بعد. لما ندخل على اول حصه نحكي سمبل بريزنت بالضبط. طب شو السمبل بريزنت وايش يا جماعه؟ بالضبط. يعني بالضبط. شوي شوي الامور بتنحل. دائما الانسان يبدا ببساطه، يبدا بتفاؤل. بما انه احنا لساتنا باول مدرسه، لا تستصعب. انت طالع على صف جديد او طالع على صف جديد، مرحله جديده بحياتك، ما في شيء صعب. احنا كلياتنا خلقنا من تراب، ما في انسان عنده عقل اعلى من انسان. ربنا خلق طبعاً العقل، بس احنا اللي بنمشي العقل زي ما بدنا. صحيح. احنا ربنا خلق لنا العقل، لو ما في عاطفه ما في ميول كان احنا ماشيين دغري. بس دائما لما تميل العاطفه على شيء ممكن يلهيك عن الدراسه، شيء ممكن يضعفك، لا تسمعي ابدا. لازم مرات نسمع للعقل، ودائما نتذكر انه احنا خلقنا لنحسن، خلقنا لنبدع، خلقنا لنفكر. فكلنا في عنا عقول، وكلنا بنقدر نحكي اكثر من لغه، كلنا بنقدر نكون تلاقعنا باللغه، بس احنا نبدع نفكر في ايش، في ندور بحالنا الا ما نلاقي هذا الشيء. اذا كان عندك ضعف دور باي طريقه انك تحله. زي مثلا هلا في الكتاب اللي عاملاه استاذه هزار، يعني صراحة أنا لما شفته كثير حلو. يعني في ناس كثير بتلاقي وضعها المادي ما بيسمح إنها تدخل مراكز أو تدخل معاهد إنجليش وتتخرج وتاخذ شهادة منها، ما بتقدر. فمثل هذا الكتاب اللي بيساعد، يعني هو الأساسيات تعلم الإنجليزي. تحكي لنا عنه شوي للكتاب أستاذة؟ تمام. الكتاب طبعا فكرته باختصار إنه أنا حابة أبلش من الصفر مع أي طالب وبالبيت، مو ضروري إنه يروح على معهد معين. الإنجليزي الكتاب هذا بصراحة بيحكي عن بناء الجملة والقواعد فقط لغير. آخر خمس صفحات يعني مقتطفات من حياتنا العملية، إنه إذا حابب أنت تحكي بموضوع معين يعني فقط لغير. فصدقا هي فقط عن قواعد، يعني عشان الحال الحرام. بس كيف هو مترجم إنجليزي عربي طبعا، مزود بصور، لأنه في ناس كتير بصريين بتلاقيهم ما بيفهموا على الكلام، بيحتاجوا صور. تمام. لا كملي عادي، مش مشكلة. أوكي تمام. فالصور سبحان الله بتساعد على الطالب إنه يفهم المادة بالضبط 100%. فأنا بلشت من بناء الجملة كيف شكلها، السؤال كيف حيكون شكله، النفي كيف حيكون شكله، بعدين بلشت بهي أنواع القواعد طبعا، التنسز السيمبل بريزنت وما ما إلى. وين نقدر نلاقي الكتاب؟ تمام. هلا أنتوا لو تفتحوا صفحة سيمبل أند نيت اللي هو اسم الكتاب على الفيسبوك، بيكون مكتوب فيه اللي هي المكتبات المزودة فيه، بس غالبا بتلاقوه يعني بالشالات اللي بالجاردنز، بتلاقوه بمكتبة الجامعة بالجاردنز، ايضا في بال الجامعة الاردنية، في باكثر من مكان. يعني طبعاً الناس اللي بال الاردن تقدر تلاقيه على الموقع اللي بال، انا ان شاء الله في على صدد اني انزله على نعم على طريق النت ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم هلا احنا في كثير طلاب كمان بوسطوا توجيهي وممكن يدخلوا على جامعة، يعني يدحس حالهم بتوجيه فوق الخمسين يدخلوا على جامعة وهم لسه ما عندهم البيسك بالانجليزي، مش ضابطة ابدا. فعادي الحق حالك، لو كنت لو حتى انت ام تقدر انك تبدي من عند الاساسيات الانجليزي، لانه احنا كلياتنا بصير عمرنا 60 سنه كل يوم الانسان بياخذ درس من الحياه. طبعا. فخلينا نقوي حالنا ونكون مثقفين لعلنا نفلح وتفلح امه عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد. عندنا اتصال قبل ما نختم الفقره. طيب انا مساء الخير. اوكي مش مشكله. اتصال جديد. انا مساء الريم. يا ريم كيفك؟
يا اهلا ريم، كيفك؟ الو ريم. الحمد لله، كيف حالك انت مولح؟ الحمد لله تمام. من وين عم تحكينا؟ كيف كنت مولح؟ من وين؟ طيبة. من البحر، من السعودية. أهلا وسهلا يا ريم. ريم كيف إنجليزياتك؟ طيب مش مشكلة، يسلموا لاتصالك يا ريم، إن شاء الله يكون إنجليزياتك تمام. إحنا وصلنا لنهاية فقرتنا، بتحب تضيفي إشي أستاذة هزار؟ تمام. بحب أختم بأنه سألتني الصبي سؤال كتير حلو، اللي هو أنه ليش الانترناشنال بيكونوا أشطر من المدارس الخاصة أو الحكومة؟ باختصار بيطبقوا الإنجليزي على حياتهم اليومية، تمام؟ يعني بتلاقي بالإنترناشنال مثلا عندهم بالضبط المعلمة ممنوع تحكي غير إنجليزي، الطلاب ممنوع يحكوا غير إنجليزي بالضبط، فبتلاقي الطالب بيخبص وكذا والعلم ما عندها مانع لأنه خلاص هم تعودوا على هذا الإشي، بيخبص أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة، بعدين ما شاء الله بيصير عنده طلاقة. فنحن نحاول، أنا بنصح الجميع سواء أهالي أو معلمات أو طلاب، حاولوا احكوا إنجليزي. ما عم بقول إنه لا قدر الله نبعد عن لغتنا العربية الأم، لا بالعكس، هي لغتنا بنفتخر فيها، لكن ايضا اذا انت حابب تبدع بشيء لازم تتعود عليه، فحاول انك انت تضلك احكي انجليزي قدر الامكان. لو حتى طفل صغير تعلمه مثلا هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، فيما بعد هذا بيرسخ عنده، وكل ما كنا اصغر كل ما كنا احسن عشان انه ترسخ المعلومات. حالنا ندرس يعني نخلي الصغار احسن، خصوصا انترناشونال، بس يكبر ما بيلاقوا صعوبه. اكيد 100%. نصيحه كمان كثير مهمه بحكيها لاهالي، اللي هي الطلاب الصغار اللي مثلا خلينا نحكي العمر، حتى انتم الله يحميكم صبايا، بس يعني بين بين، فلو مثلا انتم حضرتوا كل اسبوع فيلم من افلام ديزني، تمام، اللي هي الافلام عن جد بحكي انا شخصيا انا بستمتع فيها كثير، تمام، لو انت حضرتوها انجليزي بس مترجمه وليست مدبلجه، يعني انت بتسمعي الانجليزي وبتقرأي عربي، انا ما عندي مشكله بالسبتايتل، اقرأي عربي، بس فيما بعد ابنك يعني بتألف اللي هو اللغه الانجليزيه بالضبط. انا اخذت انجليزيتي من الافلام اللي زي هيك بصراحه. بالنسبه للكبار احضروا على CNN، ضلكم فاتحين على التلفزيون قدر الامكان، بتقدري انت تستفيدي من المفردات فيما بعد، تحسي انه والله انا بعرف الكلمه من وين، تصدف انه لا والله هي موجوده بالتلفزيون مره يوم من الايام. صحيح. نعم. يسلم لك استاذ هزار، احنا كنا جدا سعيدين يعني معاكي، وان شاء الله يكون كل مشاهدينا استفادوا كمان زي ما احنا استفدنا. وزي دائما كل واحد يدور بحاله الا ما يلاقي في عنده بذره ابداع، فممكن تلاقي عندك بذره الانجليزي فانت نميها. وزي ما بحكي الانجليزي مش لغه برستيج ولا لهجه عشان ابين حالي، ولكن الانجليزي حتى تعلم الثقافات الاخرى ومشاهده الحضارات الثانيه عشان يكون في سهولة بالتواصل، سهولة بالتعرف على الناس الثانية، على اللغات الثانية، طبعا عدم التخلي على لغتنا، لغة الأم، اللغة العربية. حبيبنا الحلوين وصلنا لختام فقرتنا هاي، شوفونا مع فاصل فينا الخير مع حنون إيش عملت لنا في فينا الخير، وراجعين لكم، خليكم معنا. وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين فقرة فينا الخير. اليوم رح نحكي عن الفئة اللي كتير مظلومة بين المجتمع، وعن كمان الفئة اللي الناس بتعتبرهم إن هم مش زينا، بالعكس ممكن إنه يتميزوا عنكم بكتير أشياء، يتميزوا مثلا إنه هم رسامين موهوبين بكتير مواهب. رح نحكي اليوم عن ذوي الإعاقة. طبعا أنا وأنا لسه يعني بدي أصور، عم بشوف الناس بتطلع علي نظرات غريبة جدا، يعني إحنا مش زيكم يعني. طيب يعني أنا مثلا من ذوي الإعاقة، يعني بحس الناس بتطلع علي نظرات انه هم يعني ما لها هاي، يا حرام، مش يعني يا حرام انه باسلوب جميل وهيك، لا بالعكس بيحكوا انه مثلا يا حرام هاي طلعوا كيف مثلا، بالعكس مش عارفه ليش هم هيك بتصرفوا، يعني انا مو عارفه. اليوم قررت انه بين كل هالناس هاي اقعد على هذا الكرسي المتحرك واشوف ردود افعالهم، ومعي هاي الشنطه رح اوقعها بين كل عائلة رح تكون أو كل طفل أو كل رجل، ونشوف إيش ردة فعلهم. يلا خليكم معنا.
قلبي حساس وبحب الغير. يعني بس أنا مثلت إني مقعدة بصراحة كتير شعور يعني نظرات الناس إلي كانت مش طبيعية، يعني بحسوا ما لها هاي، إيش فيها هاي. بس أنتي يعني بدي أسألك سؤال، هلا أعرف إن أنتي مستغربة ومش مصدقة، بس بدي أسألك سؤال خالتي، هلا أنتي ليش ساعدتيني؟ يعني بس نزتت الشنطة على الأرض ليش ساعدتيني؟ أنا ساعدتك هيك شفتك، تخيلت إنك يعني بحاجة إني أنا أساعدك، فقمت أعطيتك الشنطة. عن جد انت، انا حسيت انك انت فعلا مقعد، يعني مش انه فيك اشي، يعني انت عن جد متقن الدور. انت عرفتيني؟ عرفتك. وين بطلع؟ انت بتطلعي على كراميش. صح. طيب انت شو رايك تجربي شعوري هلا انه انا في كرسي؟ عادي؟ عادي. اوكي يلا تفضلي جربي، يعني كيف الناس رح يكونوا يطلعوا عليك لمدة 20 ثانية، يعني ما رح تطولي. يلا امشي. أنا كل إيمان وبصوم وبصلي وبسمع أذان، لا تقولوا ضعيف. صح. هلا وانت بهذا الشعور يعني وانت قاعدة على الكرسي انه بدك تشكري الله على هاي النعمة، نعمة الإجرين خلاكي تمشي. لما انا وقعت الشنطة هيك حسيتك انه طلعت نظرات علي انه يي هاي مقعدة، هاي مش زينة، فانت يعني ليش هيك سويت؟ متأكدة انت من هذا الحكي؟ متأكدة انت، وحتى يعني بتقدر تساعدني، بتقدر تفتح هذا الباب وتيجي تساعدني. مظبوط. ليش ما ساعدتني يعني؟ في ناس كتير بحب اخلي الناس تعمل خير. طب انت يعني عادي بتقدر انك انت تعمل خير وتكسب حسنات. بس من اجر للحسنات. زي ما شفتوا ما ادري جاوبني، شو رايك تجربي انك تكوني بدال مقعدة لمدة 20 ثانية عادي؟ اوكي يلا تفضلي. ليش ما امد الايد؟ امالي طموحي. مين اسهل، الاجرين ولا؟ لا اكيد الرجلين الحمد لله. يعني ليش ما امد بس تعال هون شوي. انت ساعدتني قبل شوي على الدرس صح؟ مزبوط. شو شعورك هلا انه انا شفتني على جريكي؟ شعور كثير حلو. حسيت شعور شعور كثير حلو انه واقفه على جريكي. كنت اسالك شو الاعاقه اللي عندك بس استحيت. شو رايك تجربي شعوري هلا وانا كنت قاعده هون؟ بجرب. يلا عادي. هلا انت رح تمشي حالك. يلا هاي امشي. ايوه. ورميت الخوف والمعجر كبته، حبيت الناس والضعف نسيته. تخيلي لو انت بقيه حياتك
حياتك قاعدة هيك، يعني إيش رح يكون شعورك أو إيش يعني رح تكوني تطلعي تروحي إيش؟ أكيد مو حلو يعني إنه عشان دائما قاعدة على الكرسي وما بقدر أتحرك. لازم نحكي شو؟ الحمد لله يعني كل شيء. الحمد لله. أوكي شكرا إليك. وهلأ رح نروح على الحديقة وأمثل دور تاني وإني أكون عمية، وبرجو رح أزت الشنطة وأسوي أكمن إشي يعني أشوف الناس إذا رح يساعدوني ولا لا. خليكم معنا. تعطي الله يبارك، أتمى تعطي الخير يزيد، ادفع صدقة بتتخبى لك وبتملك لك بكرة الإيد. أتمى تعطي الله يبارك، أتمى تعطي الخير يزيد، ادفع صدقة بتتخبى لك وبتملك لك. صراحة أنا كتير كتير انصعقت من الناس، يعني في ناس ساعدوني في ناس ما ساعدوني، وأنا اللي بتذكرهم اللي شخص اللي ساعدني وطلعني على الدرج عن جد كتير بشكره. وكمان يعني في كتير ناس ما ساعدوني وزتيت الشنطة على الأرض ولا حدا عبرني كأني يعني أنا مش موجودة، مع إنهم كانوا يعني يطلعوا علي يعني بس مش عارفة. وفي كتير برضو حجات كبار في العمر ساعدوني، في صغار بالعمر جربوا شعوري. فيعني أنا حابة أوصل رسالة لكل اللي عم بيشاهدونا ولكل العالم إنه إحنا مش لازم نطلع عليهم نظرات إنه هدول يا حرام بيعرفوش وهيك وهيك، يعني نوجه لهم أشياء، هدول حرام يعني بكفي اللي متحملينه هم كمان يتحملوا نظراتكم والأشياء اللي أنتوا بتحكوا لهم إياها. وآخر إشي بحب أحكي إنه الحمد لله لازم نحمد الله على كل النعم اللي أعطانا إياها، وشكرا لكم. تحياتي حنان طرق. رجعنا لكم مشاهدينا، وصراحة يعني تقرير جدا كثير صراحة بيأثر بالواحد. أنا انصدمت، يمكن أكثر إشي يعني استغربت منه نظرات الناس. احنا ما عنا الاعاقه مش من الجسد، الاعاقه مش بشيء غير بقلوبنا وبعقولنا. ذوي الاحتياجات الخاصه بيطلع منهم اكثر من هيك. احنا اللي بنزرع هذا الشيء فينا في تفكيرنا، عنا احنا اللي عنا اعاقه بالتفكير بمجتمعنا انه احنا والله انت ذوي احتياجات خاصه ما بتقدر تعمل هيك، انت ذوي احتياجات خاصه لازم يعني ايش شو التفكير هذا. فلازم احنا دائما يكون في عنا وعي. احنا بنطالب كل الناس المسؤولة عن فئة معينة انه يا جماعة هدول ناس زينا زيكم، لازم يعني لو احنا الاطفال عم نتعود يعني او عفوا لو احنا منعود اطفالنا على انه لا هذا زيك، انت ذوي احتياجات خاصة مثلك مثله، بتقعد معاه جنبه بالدرج، بتقعد معاه جنبه على بالاستراحة، بتروح معاه بنفس المطعم نفس احنا لو عن جد هيك بنتعامل كان احنا ما في عنا ايش اسمه ذوي احتياجات خاصه. ما عنا خلل بالمجتمع، ما عنا خلل بالتفكير، بس احنا من احنا صغار لما نشوف ذوي احتياجات خاصه مدارس لحال، صفوف لحال، كل شيء لهم يعني غير، عشان ايش؟ بس عشان انه انت ذوي احتياجات خاصه. وبصرنا نحكي لانهم اعاقه، يعني هم اسمهم ذوي احتياجات خاصه مكفوفين عنا، ما اسمهم والله انت اطرش، ما اسمهم اخرس،
ما اسمهم هيك. جد تأثرنا كثير بالفقرة فعلا. أنا أكثر إشي يمكن خلاني أتأثر اللي هو الزلمة اللي طلع حنان، طبعا بعيد الشر عنك يا حنون، الزلمة اللي طلعك على الدرج. يعني كان بإمكانه والله إنه هو درج متعب وأكيد مسؤولية بده يحملها، ممكن بأي خطأ يوقع الكرسي والزلمة يوقع ويوقع اللي تحتيه، بس ما هيك تحمل لأنه شافها محتاجة، شافها بدها تطلع. مش كل حدا معاه ذوي معاه إعاقة يعني إيش يعني محتاج، مش كل حدا معاه إعاقة يعني وضعه المادي سيء. لا طبعا ابدا ما اللي دخل هذا الحكي، ممكن تلاقي انت ناس انجزوا زي معتز الجنادي اللي صدفناه عندنا، ناس عنده انجاز عمل انزال وهو يعني بالضبط هو على كرسي. يعني في ناس على كرسي قاعده مو قادره تحرك فيها شيء غير لسانها، بس عملت انجازات اكثر من انسان ما في شيء خطا بجسمه. فيا جماعه الاعاقه مش بالشكل، الإعاقة مش بالأي عضو من أعضاء الجسم، الإعاقة فيك تفكيرك لما تفكر إنه هدول فيهم إعاقة. لا طبعاً هدول اسمهم ذوي احتياجات خاصة، هدول إلهم الحصة الأكبر بالجنة، أكبر مني وأكبر منك حصتهم بالجنة. هدول في عندهم تفكير أكثر مني، خصوصاً أنا يمكن تأخرنا لازم ندخل على فقرة نغم، بس أكثر إشي ممكن يضايقني كمان تعاملنا مع مين؟ مع المنغولي، أو عفواً هذا هو زي المنغولي زينا زيهم بالضبط. اسمه متلازمة داون، هذا الخلل اللي عنده للمتلازمة داون مش منا ولا منه، ما له ذنب. ليش منعامله هيك؟ ليه منخاف منه؟ المتلازمة داون ربنا هو اللي عمله هيك، لما صار في عنده شغلات بالوراثة هي اللي صارت هيك بالجينات، لا أنا ولا أنت متحكمين ولا هو نفسه. معاملته المجتمع، معاملتنا إحنا لذوي العفو أنه متلازمة داون سيئة جدا، لازم حلقة كاملة نحكي عنها، لأنه إحنا فعلا هاي الفئة المتلازمة داون يعني خلينا نتذكر إنهم بيعيشوا فترة قليلة، خلينا نتذكر إنهم يعني العمر اللي بيقولوا 34-35 ممكن يموتوا، يعني هاي أكثر فترة ممكن يعيشوها. إحنا ما بنفكر هيك، إحنا بنفكر إنه متلازمة داون لما أخذهم معي مثلا على أي مكان بنكون منحرجين منهم، أقعد صراخ. أما أنا كمان أشوف واحد متلازمة داون والله بعد أنزعج منه أقرف منه، خطأ يا جماعة. يعني ما بيصير هدول زي زيك، لا أنا ولا أنت ولا هو نفسه اللي عمل هذا الإشي بحاله، ربنا هو اللي حط إنه يكون معه هذا الإشي. إذا هو بالدنيا معه متلازمة داون فبالآخرة عنده بجنب، يعني خلينا عن جد يا رب ندعي إنه يكون في عنا جزء زي جزء اللي هو عندهم بالجنة، لأنه إحنا نتمنى، لأنه هاي ابتلاءات من ربنا، وربنا ما بيبتلي إلا الشخص اللي بحبه. فتذكر دائما انهم زي زيك انسان وانسان، ما ابدا وبرجع بحكيها، بكلمه بتقدر تبني انسان وبكلمه بتقدر تهدم انسان. فاحنا لازم ما نحطمه، احنا لازم نقويه، نعطيه امل ويدفعه للقدام ونعطيه انرجي ونعطيه امل. فعن جد يا جماعه خلينا نوعي تفكيرنا، خلينا نكبر نكبر نكبر، نصير في عنا حضاره بتفكيرنا بهذا الاشي، ما نرجع لورا، لانه انا اللي عم بشوفه ان احنا بنرجع لورا، احنا لازم نقدم لقدام نتطور. طيب طولنا بالحكي عن هاي الفقرة، في مشكلة نغوم خذ الاتصال وبعدها نبلش بفقرتك. ألو مرحبا، أهلا حبيبتي، مين معانا؟ ممكن تعرفين على اسمك؟ ألو ألو مرحبا، سامعتك. ممكن تعرفين على اسمك؟ شو اسمك؟ ماني سامع الصوت. ممكن تعلي صوتك؟ أنا عم بقول لك شو اسمك. اسمي دانيا. داليا، أهلا وسهلا فيك يا داليا، اسمك كتير حلو. داليا عمرك جربتي من الوصفات اللي عملناهم قبل بالحلقات الماضية؟ صراحة لا، أنا مالي بالمطبخ كثير. طيب جربي اعملي، لأنه هاي المرة يعني هلأ راح أعملكم إشي بسيط وسهل كتير. شو بتتوقع يكون؟ إن شاء الله حنجرب. إن شاء الله. طيب بتشربي مي كتير أنتي؟ كم كاسة بتشربي باليوم؟ معلش ما سامع صوت. تمام، بقول لك كم كاسة مي تشربي باليوم؟ ها؟ كم كاسة مي تشربي باليوم؟ أنا ما سامع. طب خلينا أغير السؤال، شو أكتر عصير بتحبي تشربي؟ البرتقال. البرتقال. طب بتحبي العصائر الطبيعية ولا المشروبات الغازية أكتر؟ صراحة أحب المشروبات الغازية أكثر. هو يعني أغلبهم هيك، بس أنا ما بنصحك، بنصحك إنه بالعصائر الطبيعية أحسن لأنها أفيد للجسم. أوكي. شكراً لاتصالك. شكراً لاتصالك حبيبتي، نورتينا.
هلا بدي ابدا بال احكي المكونات. في هون عندنا حليب خالد دسم بس انا حطيته بالكاسه، وعندنا هون حليب مكثف محلى، وعندنا هون صبغه هي لونها حمراء. اليوم راح اعمل لكم شراب ماء الورد. فاليوم وهون كمان 3 معالق صغيره مي. فهلا راح نبلش. اول اشي هذا الخلاط. طيب بدي احط المي. هلا خلينا نشوف صوره العصير على الشاشه. والله شكله كثير زاكي عن جد، هيك لونه بجنن. راح اعمل لكم زيه. وهون عندنا الحليب خالي الدسم 3 كاسات. هذا اللي كنا نحكي عنه قبل. 3 كاسات طبعا انا وامل لبين ما انت بتسوي نقوم رح نحكي فوائد المي. اوكي يلا خليني احكي انا اول. طبعا اكيد تفضل. الماء هو المكون الرئيسي لجسم الانسان. بيتكون الجسم بين 55 و78% من الماء حسب حجم الجسم. الماء ما فيه سعرات حرارية أو دهون. كمية المياه التي يتم استهلاكها كل يوم مهمة للحفاظ على صحة الجسم. يوصي الخبراء بشرب 8 إلى 10 أكواب كل يوم من الماء. يعني مبيعات 3 لتر تقريبا. للحفاظ على صحة الجسم طبعا. وهي أنا كانت معلومتي. عندي كمان معلومة. تفضل. بدك تحكي أنت معلومتك؟ لا عادي ما أحكيها. اوكي كمان يعني شوي كمان بيقولوا انه اوكي الله على الصوت. المي جدا مفيده للبشره يعني. لا عادي مش مشكله خذي راحتك. اكيد صوتي عالي على التلفزيون. طبعا المي جدا مفيده لتنعيم البشره. دائما بيحكوا لك يعني مثلا لما تسالي اي خبير التجميل وعناية بالبشرة بتقول لك اشربي مي، للرجيم اشرب مي، كل اشي للشعر اشربوا مي. فكتير ناس بيجوا بيسألوني صراحة كثير كثير يعني على سناب شات خصوصا انه امل احكي لنا اي اشي للبشرة. فيا جماعة هاي سر البشرة المي، جفاف البشرة سببه قلة المي. يعني كل اشي عنا وخصوصا انه مرات بنعاني بالكسل او كذا، هذا برضو بيكون سببه انه احنا نشرب سوائل كثير، بس المي اهم اشي. تفضلي. كمان النمود هو طارد للسموم. بالضبط. يعني اي سم بكون بجسمك انت بس ضلك اشربي مي وبطرد السموم. اكيد صحيح. طيب نعم ايش صار معك؟ عندي معلومات خليني افيدكم فيها بالماي. حكى الرسول انه بس نيجي نشرب ماي لازم نكون واحنا قاعدين، يعني واحنا جالسين نشرب الماي. لانه اذا واقفين بنشرب الماي ما بتستفيد منها الجسم، فلازم نشربها واحنا قاعدين. حتى يعني انه اللي ما بيشرب مي كثير بنصحكم تشربوها، لانه يعني بتعمل امراض كثير للصداع، في امراض بالكبد او بالكلى. صحيح. على سيره الصداع، هلا احنا مرات بصيبنا هلا صداع بانواع. اللي مقدمه الراس بيكون سببه ارهاق بده نوم، اللي وسط الراس بيكون سببه انه لازم تشربي مي، قله سوائل بالجسم. فاي حدا يعني بيعاني من صداع صداع بوسط الراس دائما اشربوا مي عشان يروح الصداع. بعدين في بعض ناس يعني بس لما يعطشوا بيشربوا مي، فهذا غلط كبير. يعني لازم كل شوي يشربوا مي. هلا خليني اكمل لكم. انا حطيت الحليب خالي الدسم وحطيت حليب المكثف هون. هو لازم انتم تشغلوه على 5 دقائق لحتى هيك تحسوا ناعم. فهلا انا بدي احط الصبغه، بعدين راح اشغله على دقيقه واحده. هو يعني ما لازم يتكتروا كثير لانه ممكن يطلع طعمه مش زاكي. هلا هو على اساس انه انا اللي اطبخ بس انا بحكي بما انه يوم الخميس رح نحكي عن دوله، فانا بطبخ وانت بتحكوا عن الدوله. اوكي ماشي ماشي مخرجنا خلاص. بس عن ايش رح نحكي؟ عن كوريا. ايوه عن كوريا. ما دام عن كوريا انا بعتزل ورح اعمل اوكي رح نجرب يا لينا نعمل اشي كوري. اوكي شو رايك؟ واو. لينا بتحكي اوكي تمام ان شاء الله نشوف مين رح يعمل. انا متاكده 100% اكيد طبخك زاكي. ايش انت قلتي لي طلبتي مني ميلك شيك؟ من عيوني هاي قبل هاي بس ما لي دخل اذا صار فيك شيء. احنا حكينا معلومات المي كليات يا حبيبتي حنون. الله يعني حنان بتحكي ايش ما صار فيها.
ايش هدو من الاكل الكوري او الاكل اللي حامله انا في داي. خلص الخميس الجاي انت يعني جماعه انا هيك لا بريت زمتي اللهم اني بلغت اللهم فشلت. لا انا خلصتها اها حطيتها سريعة بكاسه فكرة. اه سريعه تقدروا تعملوها بسرعه فرجيها الكاميرا ولا فرجيها لانه بعدين كثير حلو صح. بعدين بتقدروا تحطوا فيها ثلج يعني انه بما انه يعني الدنيا شوب فانا ما حطيت ثلج. طيب خلص احنا نغوم. طيب هلا احنا صراحه مبين كثير زاكي لعبين ما نروح فاصل صغير اللي بعدها نستقبل الموهبه اللي معنا. في شغله طبعا هاي مفاجاه هلا بالفاصل بدنا نشوف كليب سجا هذا يعرض اول الكليب اول مره يعرض على قناه كرميش حصريا ببرنامج دردشه بنات. لكل اللي حابين يرجعوا يحضروا كمان مره ادخلوا على صفحه كرميش على على الفيسبوك او على قناه كرميش باليوتيوب. هلا بدنا نشوف كليب سجا ونرجع لكم خليكم معنا. رجعنا لكم حبيبنا مشاهدين كرميش. طبعا الكليب جميل جدا ابدعتي سجا واكيد مبروك لجمهورها وحلو كثير صراحه واهم شيء انه له فائده وفياته عبره وبرضه سبحان الله يعني نفس اللي حكيته قبل شوي اكيد مش رح نرجع نعيده بس اعتبروني رجعت علقت نفس التعليق اللي حكينا عن فيديو حنان اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هلا معنا الطفل او مش الطفل صح طفل ولا مش طفل؟ طيب معنا محمد عمرو حافظ لكتاب الله. طبعا محمد معنا عن جد موهبة متميزة يعني هو عمره 14 سنة بس ما شاء الله يعني حفظ لكتاب الله اشي كتير رفع من قيمته من قدره حتى يعني لما نشوفك مبين عليك هيك شاب كبير. اهلا وسهلا فيك محمد كيفك؟ الحمد لله كويس. طبعا محمد حافظ للقرآن ما شاء الله. طبعا وغير هيك محمد اي كلمه او اي جمله بتعطيها بعطيك الحروف وانت اول ما تخلص بعطيك الحروف يعني ابو الحروف اثنين صح. طيب محمد بدايه احكي لنا يعني متى انت قدي الفتره كانت لعبين محفظ القرآن؟ الفتره اللي كنت بحفظ فيها القرآن تقريبا من وانا صغير كنا في مراكز رحنا مسجد تعرفنا على مسجد. طبعا المسجد كنت لما رحت عليه حافظ 12 جزء ومدة شهر ونص تقريبا شهر 27 يوم خلصنا ال 19 جزء الباقي ما شاء الله حلو كتير والله يوفقك يا محمد. طبعا شعور جميل صح انك البست ماما وبابا تاج الوقار وانت لسه بهذا العمر صح. طبعا كمان محمد يعني انت بس نحكي لك خلينا ندخل على موضوع الحروف لما نحكي لك الجملة قدامك او الكلمة يعني عادي بتذكر لعدد الحروف اللي بتعدى 400 حرف صحيح؟ ما شاء الله يعني محمد. طب لو اعطيناك هلا كم جمله بتعطينا الحروف؟ يلا اعطونا. رح اعطيك جمله. مرحبا انا اسمي حنان طريره بالصف الثامن الابتدائي 43 ايه؟ 44 صحيح. طب انا كمان حابه اسالك جمله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي صف انت وادي عمرك؟ قديش عمرك؟ 45. طيب طبعا اي حدا يا جماعه بحب يسال محمد عشان يتاكد من موهبته لانه في ناس ممكن تفكر يا محمد انك انت حافظهم او انه احنا منقلينك بس اي حدا بحب يرن علينا على ارقام الظاهر اسفل الشاشه عشان يتاكد ويعطي لمحمد الجمله اللي بده اياها. وانا هلا رح اعطي جمله صعبه شوي يعني ومش اللي موجوده بالاعداد بس متى بعد ما ناخذ الاتصال. الو مساء الخير. الو خديجه. مساء الخير يا خديجه. ألو خديجة كيف حالك؟ طيب مش مشكلة يسلموا لاتصالك يا خديجة ونورتينا. محمد جاهز؟ أعطيك جملة صعبة؟ أوكي. أعزائنا المشاهدين معنا اليوم موهبة مميزة نتشرف بوجوده معنا محمد عمرو حافظ لكتاب الله وأيضا متقن للحروف يحفظ الحروف عن غيب بما يتعدى 400 حرف 127 ان شاء الله. ما شاء الله. هلا انا حابه اسالك طبعا انا يعني مبسوطه كثير انك انت معنا ندخل بالقران الكريم. من اهلك اول شيء شجعك ومن اي سن بلشت تحفظ القران الكريم
وهلا اكيد اهلك والحواليك بيدعموك، كيف بيدعموك؟ ممكن تحكي لنا؟ كحفظ القران اول شيء نروح للسؤال الاول، كنت بحفظ من وانا صغير في المراكز، وبعدين بلشنا حفظ صح يعني حفظ الاتقان لما تقريبا 19 سنين 2016. مين مشجعني؟ من اهلي، كل قرايبي الحمد لله بشجعوني، طبعا بحفزوني معنويا وماديا سواء من مال او من تحفيز بالكلام، دائما بشجعوني وبوصوني اني ما اتوقف بل استمر في المراجعه، ولسه الحمد لله يعني قبل ما اجي كنا في المسجد ولسه بنراجع وبنتابع هيك. اكيد حفظ القران يعني هذا مرحله اولى، بس في فرق يعني، في ناس حفظته قبل 4 سنين وبتحكي لك انا حافظ القران، لا طبعا حفظ القران بس لازم يضل في تثبيت ولازم يضل في اعاده استمراريه عشان يثبت الحفظ ويضل الانسان حافظه. اما انت حافظه وانت عمرك 7 سنين وتضل عمرك وانت 27 سنه وانت تحكي، وانا صراحه يعني في ناس بشوفهم يعني وجها لوجه كثير وانا حافظ القران، طيب نيجي بنقرا يعني بكون ناسي. فهي مش بس صيت او يعني سمع، صح يا محمد؟ هي مجرد انه اعاده عشان نضل نكسب الاجر، صحيح؟ طيب تفضلي حنان. محمد ممكن تحكي لنا شو هي الطرق اللي انت اتبعتها لحفظ القران الكريم؟ كنت تقريبا كنا بنحفظ نص صفحة، نص صفحة بعدين بنسميها صفحة كاملة، كنا تقريبا بنحفظ النص صفحة في غضون دقيقتين ونص، بقرأ الصفحة 3 مرات بحفظها كنت ما شاء الله تقريبا 3 مرات بحفظ النص صفحة، آسف. وبعدين كنا بنحفظ نص صفحة نص صفحة بعدين بنسميها صفحة، نستمر مع الاستمرار وجدت حالي اني حافظ. وكنت يمكن تعيد وتحافظ انك تضل. وبرضه في شغله محمد، انه بكل صلاه معلماتنا بيحكوا لنا اياها انه احكي اللي حفظتيهم بنفس اليوم، صح؟ اللي براجع. ايوه بالضبط، بتثبت اكثر هذا الشيء. في سوره محمد يعني بالقران بتحبها كثير؟ بحب سورتين، طه ومريم. طه ومريم، طب شرك او انا مثلا اكثر سوره بحبها بالقران اللي هم الرحمن ويوسف. انا اكثر سوره الرحمن، الرحمن والملك. طيب حافظ اسم سوره الرحمن اكيد؟ حافظها بس لسه ما راجعتها. طيب احكي لنا يعني اقرا لنا اي سوره انت حافظها. ايوه من اي سوره حافظها. انت بتحبها وحافظها؟ ماشي بدون صوت حلو زي ما بدك يعني المهم اتقان الاحكام. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طيب الله هذه الأنفاس يا محمد. وقبل ما نختم الحلقة حنون تاخذ الاتصال. اوكي أليس راح الاتصال، مش مشكله. شكرا لوجودك معنا يا محمد، شكرا لكل ضيف كان معنا لليوم. بختام الحلقه بنقولكم ان الله جميل وكل ما ياتي من الجميل جميل، ابحث في داخلك لتجد موهبتك. فكل انسان زرع الله او وضع الله بذره موهبه وبذره خير فيه، فنعمل على سقيانها ما نعمل على هجرانها عشان ما تذبل، بالعكس خلينا نقوي هاي الموهبه ونعليها رغم كل الاحباط اللي حوالينا، نكبرها ونعليها طبعا. وغير هيك بدي احكي شغله، نبارك للاستاذ وسيم عواد لانه ربنا اليوم رزقه بمولوده الرابع او عفوا الخامس زين الدين. الف مبروك يا عم وسيم. الف مبروك يا عمو، تربى بعزك. الف مبروك ولزوجته، ويا رب الله يجعله من الصالحين ويتربى بعزكم. وغير هيك بدي اذكركم انه احنا دخلنا بعشرة ذي الحجه، هي ايام عشر اغتنموها واكيد الاجر فيها مضاعف وكل شيء فيها مضاعف. خلينا دائما نحكي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لك ان الحمد والنعمه لك لبيك لك والملك لا شريك لك. طبعا احنا هلا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ابتسموا وانثروا التفاؤل والامل على من حولكم ليرزقكم الله الابتسامه من جميع اعماقي. بحكي لكم شوفونا يوم الخميس في حلقه جديده ومع كوريا، بنشوفكم انا وحنان النغم. الى اللقاء، باي باي.